تجمع دهون في منطقة الصدر فقط، أو تجمع للدهون مع وجود الغدة اللبنية اللي هي في العادة بتبقى ضامرة في الرجال، أو بيبقى فيها يضاف ليها ساعات ترهل في الجلد. المشكلة دي عامة بتسبب إحراج كتير في مواجهة الناس والخروج واللبس، وفي الفترة الحالية انتشرت بكثرة بسبب الهرمونات اللي بياخدوها في الجيم، أو اللخبطة في الأكل أو الأكل الغير صحي، أو بيرجع برضو من أسبابها السمنة. رغم ان المشكله دي في ظاهرها هي مشكله كبيره جدا وبتسبب ازمه كبيره، ان كانت ازمه نفسيه او ازمه للشخص، فهي حلها بسيط جدا. وهنا في تشينج مي احنا بنقدم احدث الطرق لعلاج التسدي لدى الرجل، على عكس المنتشر وكان منتشر من فتره زمان اللي هو العلاج التسدي بيبقى مجرد جراحي. فدلوقتي احنا بنقدر نعالج المراحل الاولى والمتاخره بكلها بالشفط، على عكس احنا بنستأصل الدهون، بنشيل الدهون ونفتت الغدة اللبنية، كل ده من خلال فتحة بسيطة جدا ما تعديش النص سنتيمتر. وكل الإجراء ده إجراء بسيط بيتم تحت تأثير مخدر موضعي في خلال تقريبا ساعة، وبيقدر بعديها الإنسان من بعد يمارس حياته طبيعي، بعديها يمكن في خلال ساعتين بيقدر يروح، ومن تاني يوم بيقدر يمارس حياته طبيعية.